اضطرت طائرة سعودية على تغيير مسارها والهبوط اضطراريا لإنقاذ حياة راكبة من الجنسية اليمنية عقب الإقلاع بثلاثون دقيقة. وبحسب صحيفة عكاظ، فإن طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطرت إلى تغيير مسار الرحلة المتجهة من جدة إلى الرياض والهبوط اضطراريا في المدينة المنورة عقب الإقلاع بثلاثون دقيقة لإنقاذ حياة راكبة على متنها، بعد تدخل فريق طبي سعودي صادف وجوده في الطائرة نفسها. وأشار أحد الركاب في حديثه للصحيفة السعودية إلى أنه بعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة وتعرض امرأة لحالة إغماء أولي، تم إبلاغ الطاقم الملاحي وشاء القدر وجود فريق طبي سعودي مكون من طبيب وممرضة، إذ تعامل باحترافية مع الراكبة وتم إنقاذها. وبعد مرور سبع دقائق عادت الحالة المرضية للمرة الثانية للشابة ليتم إنعاشها خلال أربع دقائق، ما اضطر الفريق الطبي نظرا لحالتها الحرجة لنقلها لأقرب مستشفى. وأضاف الراكب أنه تم إبلاغ مشرفة الرحلة بوضع المريضة، والتي وفرت أجهزة الإسعافات والإنعاش للرئوي وقياس للضغط. وبعد إبلاغ قائد الرحلة قرر تغيير المسار والهبوط الاضطراري في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة لنقلها لأقرب مستشفى كون الحالة حرجة. وما أن هبطت الطائرة بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز حتى باشرت الفرق الصحية الحالة وللتعامل معها.